بالنسبة لنا في هذا الصباح بطبيعة الحال في هذه السنة هذه من بعد المحصول الزراعي اللي تعلن عليه من طرف السيد وزير الفلاحة على أنه 98 مليون قنطار، بالنسبة لنا النمو غادي يوصل 3.6% هو أحسن من التخمينات اللي كانت عندنا في مارس. وكذلك بما يخص القطاعات الغير الفلاحية غادي تدوز من 2.7% ل 3.2%، وهذا غادي يكون عنده واحد الاستنتاج بالنسبة لسوق الشغل، لأنه واحد يكون فيه واحد النوع ديال شوية ديال التحسن، لأنه غادي ينزل من 3.7 لا من 10.7 ل 10.5%. ثم فيما يخص الميزان الأداءات، الميزان الأداءات غادي يوقع فيه واحد النوع ديال العجز ديالو غادي يضعف شي شويه نتيجه الفاكتوره ديال النفط، لان المتوسط الان بالنسبه للتخمينات هو 67 دولار الباريل، ما بقاش كنا 60 دابا 67. وكذلك بالنسبه للمواد ديال الجيز، هادو جوج ديال النقاط اللي هي تتاثر سلبيا على النتيجه ديال العجز ديال الميزان الجاري. اذا ماشي ندوزو من 3.6% ل 4.2%، ولكن التخمينات ديالنا بالنسبه ل 2019 على انه غادي يرجع ل 2000 ل 3.6%. هذا تنتجوا منه ما هو الاحتياطي للعمله الصعبه. توقعات ديالنا على انه هذا الاحتياطي غادي يوصل في اخر 2018 تيمثل 5 شهور و25 يوم ديال الوالدات، وفي 2019 تيمثل 5 شهور و15 يوم ديال الوالدات. بالنسبه للميزان ديال الدوله، الميزانيه ديال الدوله ماشيه في واحد التحسن حسب التخمينات ديالنا. العجز كان تيمثل 3.6% في 2017، غادي يوصل 3.4 في 2018 3.2% أو 3% في 2019. بالنسبة للقطاع البنكي والقروض البنكية، مع غاية الأسف مازال تباطؤ في هذا في القروض البنكية. بالنسبة للمؤسسات الشركات اللي هي تتعمل في غير القطاع المالي، زيادة طفيفة ديال 2% حد مي. وبالنسبة للمتوسط بالنسبة لنا غادي يوصل الأربعة، ما بين 4-4.5% بالنسبة ل 2018 و 2019. لكن كنا قدمنا إلى تبتو في السنة الأخرى المذكرة للحكومة ما بين الممثلين ديال البنوك والممثلين ديال السجوهيم، وحنا بنك المغرب تنقترحوا فيها واحد العدد ديال الاقتراحات باش ندفعوا بهذه الوتيره ديال القروض. الان قررنا على انه نعاود نجتمعوا من بعد الصيف باش نعاود نراجعوا ذاك المعطيات ونشوفوا شنو يمكن نزيد يتحسن باش نمشيو في هذه الزياده في هذه الوتيره هذه، باش تساهم احسن، باش تكون مساهمه احسن بالنسبه للنمو الاقتصادي المغربي.